وهم مخلوقون لله عز وجل خلقهم الله من النور مدبرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن هنا فاننا نقتدي بطريقتهم في كوننا نشغل اوقاتنا بعبوديه الله جل وعلا والاستجابه لامره من وصول الايمان الايمان بالملائكه فان الله جل وعلا قد خلق ملائكه جعل لهم اعمالا يعملونها قد سمى الله بعضهم وذكر وظائف بعضهم الاخر فحينئذ نجزم بوجود الملائكه وهم مخلوقون لله عز وجل خلقهم الله من النور مدبرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن هنا فاننا نقتدي بطريقتهم في كوننا نشغل اوقاتنا بعبوديه الله جل وعلا والاستجابه لامره ومن الايمان بالملائكه أن نؤمن بأهل الوظائف الذين ذكرهم الله جل وعلا كما ذكر الله أن هناك ملائكة موكلون بالأمطار وهناك ملائكة موكلون بالرياح وهناك ملائكة موكلون بنار جهنم عددهم تسعة عشر وهناك ملائكة موكلون بقبض الأرواح وقد جاء في النصوص بيان ان الارواح تقبضهم الملائكه وفي بعضها اسند ذلك الى ملك واحد ملك الموت وذلك ان هؤلاء الملائكه لهم رئيس فمره يخاطبون باعتبار رئيسهم ومره يخاطبون باعتبار مجموعهم وكذلك نؤمن بمن سمى الله من الملائكه فنؤمن بجبريل وميكائيل وغيره ممن وردت تسميه اسمائهم كرضوان خازن الجنه ومالك خازن النار وهكذا في جميع من سماهم الله من الملائكه